بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار تخليد شهر التراث الممتد من 18 أبريل إلى 18 ماي، أي الأيام العالمية، اليوم العالمي للمباني التاريخية، اليوم العالمي للمتاحف، تم تنظيم مجموعة من الأنشطة من طرف المنتزه الوطني للنقوش الصخرية بأكادير، وعمدت هذه الأنشطة إلى أن تكون ضمن رؤيتي واستراتيجيتي وزارة الثقافة التي اتخذت شعارا لهذه السنة، شعار شهر التراث كان هو الأركيولوجيا وتدبير التراث الثقافي. فوفق هذه الرؤية كان علينا أن نحاول القيام بمجموعة من التدخلات ذات طابع تحسيسي والتي تحرص على التوعية. لذلك تم الاشتغال على هذه الورشة، الورشة التكوينية في ميدان أركيولوجيا الفن الصخري، الجرد والتوثيق والمحافظة، والتي استمرت منذ 29 من ماي إلى 2 من يونيو 2024. حاولت هذه الورشة أن تجمع مختلف المتخصصين في ميدان الفن الصخري ومختلف المشتغلين على ميدان جرد وتوثيق التراث الصخري مع مجموعة من الطلبة، طلبة سلك الدكتوراه، ومجموعة من الباحثين. ومن يتأمل خريطة المغرب ويتأمل المشاركين سيلاحظ أن المشاركات بدءا من جنوب البلاد، يعني الأقاليمون الصحراوية جهة العيون الساقية الحمراء وموقع أوكيمدان وشرق المملكة، وكذلك المشتغلين على سلسلة جبال باني والأطلس الصغير. هكذا تمكننا في هذه الورشة من مقاربة طرق التحليل الجغرافي بناء على قواعد المعطيات، مسمات نظام المعلومات الجغرافي، سيستم دانفورماسيون جيوغرافيك، وإمكانية توطينها على الخريطة، إذ سيصير من الآن فصاعدا العمل كلما عثرنا على نقش صخري معين العمل على توطينه وفق الإحداثيات على خريطة التفاعلية. وكذلك كانت هناك ورشات أخرى تتعلق بالتحليل بطرق مواكبة أو طرق فهم المحيط العام، المحيط المباشر للنقوش الصخرية، النقوش التي نعثر عليها في مختلف المواقع تكون دائما مصحوبة بمجموعة من المباني الجنائزية كالمسمات تيمولوس أو لبازينا، وهذه بدورها يكون حولها بعض اللقى وبعض الآثار. هنا في موقع تيزن تيغريس الذي زرناه بمعية الباحثين والأساتذة، والذي كان أيضا موضوعا للورشات التطبيقية، لاحظنا أن غير بعيدين عن هذا الموقع هناك مجموعة من هذه المباني الجنائزية، لاحظنا وجودها. ومن يتأمل هذا الموقع وخصوصيته ولماذا وقع الاختيار عليه، فإن موضوعاته التي تشير في عدد منها إلى موضوعات متعلقة ربما بالفلك نظرا لوجود أقراص ودوائر مشعة، ما يدل على وعي بالعلم الفلكي في فترة ضاربة في القدم. هناك أيضا مجموعة من النقوش التي تشير إلى وجود فرسان وأحصنة، ووجود فرسان عمليات كر وفر واشتباكات بين هؤلاء، وهذا يحيل على الأزمة الإيكولوجية التي حلت في هذه في المناطق الرطبة منذ حوالي 2500 سنة قبل الميلاد. وهذه الأزمة الإيكولوجية ألقت بظلالها، فتنقلت مجموعة من الأقوام والقبائل بحثا عن سبل العيش إلى
هذه الأصقاع وكان في مواجهتها السكان المحليون أو المقيمون المحليون هنا، والذين كانوا يمارسون أو عارفين بفن التعدين، أي أنهم كانوا يتمكنون من استخراج المعادن وصهرها واستخراج مختلف الأسلحة ومختلف الأدوات التي تستعمل. إذن فنحن أمام تجربة إنسانية فريدة من نوعها، وأمام تاريخ تمثل فيه النقوش الصخرية الوثيقة الوحيدة المتفردة، وليس علينا إلا المضي قدما في التحليل العلمي الجاد، في المقارنات مع مختلف المواقع الفن الصخري داخل هذه البلاد وخارج البلاد، لأن الفن الصخري هو فن عالمي، والمستفاد هو أن التاريخ الإنساني هو تاريخ قيم، فلا بد من المحافظة على القيم التي أورثها أجدادنا لنا، وهي أمانة في أعناقنا إلى أحفادنا. شكرا. إذن في إطار أشغال دورة التكوينية لفائدة الطلبة الباحثين في ميدان أركيولوجيا الفن الصخري، وأثناء التمرينات التطبيقية في الميدان، لاحظنا أن إحدى الحوامل الصخرية التي تحمل مجموعة من النقوش المهمة التي تعكس بعض الجوانب الرمزية المرتبطة بالأجرام السماوية قد تعرضت للتآكل والتعرية بسبب تعاقب السنوات، وبالتالي سنحاول أن نقوم بترميم هذه القشرة الخارجية لكي نحد من تآكلها عن طريق طبعا القيام بوضع عجينة غير مضرة بالبيئة تحول دون مرور مياه، باعتبار أن هذا الحامل الصخري فهو مائل دون مرور المياه عبر الشقوق، مما يسبب تآكل القشرة الخارجية. هذا اسمنت أبيض، تتميز يعني هذا الأسود دو سيمون بلون تتميز بما يتميز به أنه صادق، يعني يلتصق بواحد السهولة، وفي نفس الوقت هو إلي غيفيرسيبل، وهذه القضية ديال الغيفيرسيبيليتي مهمة، أي قبولية الاسترجاع، أي أنه في حالة أنه إلا حاولنا مرة أخرى، إلا جبنا مثلا بعض المواد ديزادابتي بحال البارالويد بي 72 ولا بغينا نعاودوا المساحة من جديد، غادي سيسهل نزع هذه المادة. ولكن بوغ لو مومون هذا تيدخل فيما يمكن تسميته المقاربة الوقائية أو لا كونسيرفاسيون بريفونتيف، بمعنى أنه تخوفا أنه باش تكون واحد الارتدادات، أنه مازال تساقطات مطرية وتسرب ديال الأمطار تحت هذه القشرة، هذه يمكن عاوتاني أن يؤدي كما هو الحال. لا تفهم. مقبل هذا واحد التصرف اللي هو كما تيقولوا وقائي، وقديما قيل درة وقاية خير من قنطار. واحد لاغرافيور كان فيها واحد مستوى السفلي لو سوبستراتوم، ومن بعد واحد النوع ديال المواكبة إلى آخره، وتمكننا باش اننا نقدو ديك لادال. حاليا ما زالت رهن إشارة الزوار في موقع كيمدن، وهذه ان شاء الله حتى مازال نرجعوا ليها. سعداء لأننا وصلنا للمحطة الأخيرة من
الاحتفال بشهر التراث، خصوصا ان هذا هو النشاط الرابع والاخير اللي مبرمج لحدود الساعه اللي برمجوا المنتزه الوطني للنقوش الصخريه باش يخلد لهذه الاحتفاليه هذه. وسعداء ايضا لاننا استطعنا اننا نكسروا الحواجز، خصوصا اننا خرجنا انفتحنا على المحيط من جديد، انفتحنا على المحيط وماشي اي محيط، وصلنا لاعالي الجبال، وصلنا للمرتفعات، وصلنا لقلب الاطلس الكبير الاوسط اللي هو من المناطق اللي كانت من يعني منذ مده صعبه الولوج من عند بزاف ديال الادارات، ليس فقط المنتزه الوطني للنقوش الصخريه. فالتواجد ديالنا هنايا الحمد لله يؤكد انه المنتزه يمضي في واحد الطريق اللي هي الحمد لله طريق معبده وراه المسار ديالو مسار ناجح. اود كلجنه منظمه ان اغتنم الفرصه لكي اشكر المؤطرين والمؤطرات الذين واللواتي يعني تكبدوا عناء العطاء، لان يعني العطاء ليس عطاء سهلا، عطاء يكون وراه واحد المجهود اللي هو مجهود جبار. فالشكر لكل مؤطر ولكل مؤطره، كل من تخصصه ومن جانبه اسهامته. والشكر ايضا للطلبه وللحضور الذين استفادوا والذين شاركوا في هذه الدوره التكوينيه. ونشكر بحراره هذا الدار اللي ضيفتنا بكل افراد اسرتها، يعني افراد ديال العائله اللي كتسكن في هذا الدار، كل واحد باسمه وصفته، لا المالك ديال هذه العائله ديالو ولا كل من ساهم في انجاح هذه المحطه اللي جينا نكون هنا. مباشرة غادي نعطي الكلمة للسيد المدير لكي يلقي كلمته. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا للجنة المنظمة، شكرا لجميع الحاضرين والحاضرات. فعلا إذ بعجالة كنا حاولنا أنه نتبادلوا بيننا المعارف، وعلى هامش التكوين كانت تبادل ديال التجارب بشكل شخصي إلا بغينا نقولوا، يعني أنه مرة نستافد انا من حسن الدكاتي شنو كدير في التعدين وفي الاطروحه ديالها حول صناعه المعادن، ورغم انها تشتغل على الفتره الوسيطيه الفتره الاسلاميه ولكن تبقى التجربه الانسانيه واحده. مره اخرى عاوتاني تنستافد من الاخ مولود بيبه ولا الاخ علي ايت الحاج، طرق التدخل وطرق البحث في المجال الصحراوي او في المجال الجبلي. وهذا هو الاساس، هو ان كل واحد ياخذ معاه ديك النشبه ويمشي ويمشي تدور له في راسه باش يولي باش نوليو نتلاقاو. و بدوري اشكر رب هذا المنزل السي محمد جزاه الله خيرا، هو والعائله ديالو، ودائما تنقول بانه ما حسيناش اطلاقا باننا في شي محل من غير دار. الحمد لله تنخرجوا والحمد لله ان الاساس هو الاستمرار. هذه الدوره ساطلب من الاخ جمال انه غادي يدير عليها واحد التقرير مفصل باش يتلحق في التقرير، غادي يتلحق في الكتاب ديال على خط الضباء اللي غادي نصدروه ان شاء الله بمناسبه اكتمال هذه الانشطه ديال شهر التراث. وفي ذاك الكتاب لابد انه يكون هذا التقرير ويكون معاه الشكر لهاد الناس كاملين، وغادي نخط البروتوكول كما خلقته في الاول اذا عاودتو السي محفوظ السماهري هاد البرا، غادي ندعو وغادي نديرو مفاجاه الاستاذه خديجه القمش، لانه ما بقاوش دائما نمشيو عند الرجال فقط. الاستاذه خديجه تفضلي قلنا شي كلمه نختتموا بها باش نوزعوا الشواهد. بارك الله عليك. عليكم شكرا مره اخرى للسيد المدير للجنه المنظمه لهذا النشاط الذي صراحه لم يكن اتوقع أن يكون بهذا النجاح. لأشكر اللجنة المنظمة وعلى رأس السيد المدير والسي جمال الذي يعمل، أنا قلت المحفوظ لا يتوقف عن الاشتغال، اشتغال في صمت وعنده واحد الخاطر جد متسع. كنشكر السي إيواك، كنشكر السي المجيدي، كنشكر جميع الحضور، ما يمكنش لي نذكر الاسماء كلها، ولكن انا صراحه مدينه
جدا لهذا الملتقى الذي لم اكن اتوقع ان يكون بهذا النجاح. شكرا مره اخرى وشكرا للمحطوط. الله يجازيكم بخير. مباشره سنشرع في توزيع الشواهد، الشواهد التي تعتبر في الاصل عربون الاعتراف لكل شخص محتفى به نظير مجهوداته التي قدمها، سواء كانت تكوين او كانت مساعده في التنظيم او كانت الله اكبر غير ذلك.